قوي بلغت شدته 5.9 وسط اليابان من دون أن يتسبب في إطلاق تحذير من موجة مد بحري. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن هزة ارتدادية بلغت قوتها 4.8 حدثت بعد 10 دقائق من الزلزال الأول. وطلبت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية من سكان المنطقة التزام الهدوء والحذر. من طوكيو ينضم إلي مراسلنا هشام الرجباني. هشام، التفاصيل المتعلقة بهذا الزلزال والاستعدادات اليابانية المسبقة سواء على مستوى الأبنية أو الاستعدادات الأخرى لمواجهة مثل هذه الكوارث المتكررة. زاهر، اليوم في الساعة 6:30 صباحا تقريبا وقع الزلزال في محافظة إيشيكاوا، هي نفس المحافظة التي وقع فيها زلزال أوقع دمارا كبيرا في مطلع هذا العام. والزلزال اليوم كانت قوته على مقياس ريختر 5.9 درجة، هذه كانت البيانات الأولية، ولكن فيما بعد عدلت هذه البيانات من قبل وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى 6 درجات على مقياس ريختر، وأن موقع الزلزال أو مركز الزلزال كان على عمق 14 كيلومترا. هذا الزلزال يقع في توقيت تشهد فيه هذه المنطقة محاولات وجهود للتعافي من الكارثة التي وقعت في بداية العام، وما زالت الجهود قائمة وما زالت الحلول في طورها المبدئي، وإذ بهم يفاجؤون بزلزال آخر من العيار الثقيل أيضا في صباح اليوم. المنطقة هذه تقع في منطقة نشاط زلزالي كبير، وبالتالي وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذر الناس من وقوع المزيد من الهزات الارتدادية على مدى الأسبوع القادم، وكذلك من وقوع زلزال كبير في اليومين القادمين. في هذه المنطقة، في هذه المحافظة، توجد محطة نووية، هذه المحطة اسمها محطة شيكا في محافظة إيشيكاوا، أبلغت عن عدم وجود أي أضرار في ناجمة عن الزلزال، عن عدم وجود أي أشياء تعد غير طبيعية، قراءات كلها كانت في المستوى المطلوب. أيضا في المحافظة المجاورة، محافظة في محطة كاشيوا زاكي كاريوا في محافظة نيغاتا المجاورة، أيضا هناك أوردت المحطة عدم وجود أي مخالفات أو أي قراءات بالفعل غير اعتيادية في هذه المحطة. اللافت اليوم صباحا أن أجهزة الإنذار دقت في جميع